السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون، كيما شفتوا في العنوان يا خوتي، الاتحاديه دارت غلطه العمر واسمه شركه تاع واسمه تاع المغرب تاع نهضه تبركان اللي تخدم تريكوات النادي هذا ومتعاقدين معاه، راح ترفع دعوه قضائيه ضد الاتحاديه الجزائريه اللي حسبتها باللي زورت الاقميصه. وانا كي شفت صادي يتكلم على الاقميصه وقال لك باللي درنا اقميصه كما نقولوا خدمنا لهم اقميصه، ممنوع تخدم لهم اقميصه، ممنوع شركه واحده اخرى تخدم، هذا يعتبر تزوير ماشي اوريجينال، ماشي الشركه اللي تخدم انت خدمت لهم، اعطيت لهم واحد الفرصه. هذا التسيير الكارثي وين يوصلنا، زدت عطيت لهم فرصه يزيدوا يشكوا بيك باللي انت زورت الاقميصه وراهم داروهم. هذا دخل دخلوا في التفاصيل وزادوا داروا فيديو وصوروهم داخل كيما نقولوا غرف ملابس تغيير الملابس، ودوك نخليكم تسمعوا هذا تاع اسمه الجزائر هذه التلفزيون العمومي، ودايرين فيديو، يعني هو يتكلم وداير فيديو، نحط لكم الصوره ونحط لكم الصوت تاعو لهنا كما نقولوا باش حقوق الطبع. شوف، في الرياضة وبملعب 5 جويليا الأولمبي لم تجرى المقابلة التي كانت مقررة بين فريق اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان في إطار الدور النصف النهائي ذهابا من منافسة كأس الكاف بعد انسحاب فريق نهضة بركان وعدم دخوله إلى أرضية الملعب، حيث يصر الفريق الضيف على تجاوز أخلاقيات الرياضة من خلال الإصرار على اللعب بقمصان تحمل شعارات سياسية غير معترف بها لدى الهيئات الرياضية الدولية، وهذا رغم حرص الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على توفير كل الظروف لإنجاح هذه المواجهة الكروية القارية منذ وصول فريق نهضة بركان إلى الجزائر. كما قام التلفاف بإعداد قمصان جديدة لفريق نادي نهضة بركان بدلا من تلك القمصان التي تحمل شعارات سياسية والتي تسيء للرياضة وكرة القدم في إفريقيا. راكم شفتوا يا خالتي، الاتحادية هي اللي صنعت كما قولوا أقمصة لنادي واحد آخر. يا انتم اللي راكم ترمونا في الواد، الله لا لعبوا، انت عندك الحق يا اتحادية، انت عندك دوك نجيب لكم باللي يا ودي اروح تسمع واش راهم يقولوا. راكم تشوفوا شركة المنتخب اللي أقمصت نادي نهضة بركان ترفض التزييف في الجزائر، يعني احنا ولينا مزورين، صادر رجعتنا مزورين، هذا قال باش تحللهم باش يلعبوا، وانت عندك الحق، انت عندك الحق، اضربهم في النح، ما كاش تريكو القانون يمنع، ما على باليش بك، روح جيب تريكوات تاعو، كيف تصنع لهم تريكو حافظ الدراجي؟ هذه هي التسيير الكارثي حافظ الدراجي، نحوا لنا وكذا والعصابات كذا منا وتجيبوا لنا ناس كذا، هذا هو الكفاءة، يزور تريكوات تاع عندي مي مالاد انتوما. ما حبيتش نتكلم عليها انا، كي سمعتهم قلت لكم كيما سمعت وسمو صادي يتكلم وقال لك باللي رانا خدمنا لهم الاتحاديه، رانا خدمنا لهم اقميصه، ضربت في راسي ديها كيفاش تخدم لهم اقميصه هذه، وما حبيتش نهضر عليها، ما بالبارح في الفيديو ما حبيتش نهضر عليها باش ما ننبههمش ونتابهوا لها، لان امر عادي كيما انتبهت لها انا كيما ينتبهوا لها المغاربه. قال لك وجه خالد فاكريني هدايا المحامي بهيئه الدار البيضاء والممثل القانوني للشركه المغربيه المكلفه بتصميم وانتاج اقمصه نادي نهضه بركان انذارا مكتوبا الى الاتحاد الجزائري لكره القدم فاض من اجل تدارك التجاوزات التي قام بها والممثله في تجهيز اقمصه مزوره للفريق البركاني املا في ارتدائها خلال المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم، أما الاتحاد العاصمة ولم تجرى بسبب تعنت المسؤولين تا 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 تا. وحسب المراسلة التي توصلت هو سبورت هادية بنسخة منها، فإن الشركة المتخصصة في صناعة الأقمصة والمسجلة لدى المكتب المغربي للمملكة الصناعية والتجارية بالمملكة المغربية تربط مع نادي نهضة بركان بعقد من اجل التسويق على علامتها واسمها. يا حافظ الدراجي، هذا هو صادي الكفاءه اللي قلت لنا عليه، التجاريين وفق الهويه البصريه المتعاقد عليها. واشارت المراسله الى ان شركه المذكوره فوجئت بتصرفات
انا اتفاجئ بتصرفات لا مسؤوله للاتحاد الجزائري من خلال تزييف اقمصه نادي نهضه بركان عن طريق حذف الهويه البصريه لعلامه الشركه المصنعه من الاقمصه، وكذا حذف خارطه المملكه المغربيه تا 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 وش يقول لك؟ وعاد ودعا المكتب الذي ينوب عن الشركه قانونيا للاتحاد الجزائري الى سحب الاقمصه التي تم التلاعب في معطياتها فورا وتمكين فريق نهضه بركان من اقمصتها الاصليه. هذه قبل المباراه قال لك باللي رفعوا عليهم دعوى قضائيه. كيفاش نتايا انتو اروح خلط اروح درتوا لنا حاله زطشي وجاب لنا قميصه تاع اديداس وحكايه اديداس، احكوا لنا على الحكايه هذه. كيفاش صادي يزور اقميصه؟ كيفاش تصنع لهم اقميصه؟ خوتي دخلها لي في راسي، كيفاش الاتحاديه الجزائريه تصنع اقميصه للفريق؟ اقميصه والفريق متعاقد مع نادي. هنا راك زدت ديت اتحاد العاصمه للهويه في الطعم. اتحاد العاصمه كي تروح بالطعم عند الطاس راك عطيت الطعمه للمغاربه. يقولوا لهم نحاولنا التريكوات وصنعوا لنا التريكوات، حنا عندنا ما عندناش مشكل. ما حتى لو كان كيما يقولوا ما كانوش عندنا تريكوات وهما صنعوا لنا تريكوات، ما نقدرش ندخل ما عنديش باش نلعب. لو كان ندخل نلعب بالتريكو اللي صنعوه لي هما الشركه اللي راني متعاقد معها ترفع عليا دعوى قضائيه لان راني متعاقد مع شركه. ما لقيناش تريكوات ما قدرناش نلعبوا، ما عندناش تريكوات باش نلعبوا المباراه. زدت عطيتهم طعمها حافظ الدراجي، هذا هو التسيير. راكو زدتوا هلكتوا اتحاد العاصمه. قال ممكن جدا مع واسمه الطاس، لان ماشي الفيفا، الفيفا هذه ما راح تعطي لك والو. الفيفا راهي متفاهمه مع القجع ومتفاهمه بانفاتينو، راهو متفاهم مع القجع ومتفاهم مع بوتسيبي، وراهم لعبوا لكم اللعبه وضربوكم بحيط زعماء الكواليس. كي تروح للطاس، الطاس هنا ما فيهاش كولاسه، يعني هنا القانون يخدم. ماشي يجي تقول لي واو كيما راني نسمع دوك تشوفوا صادي وراه قال لهم صادي رانا رايحين للطاس الابعد. وراه الكواليس، انت قلت الكواليس ما وعدتناش بالقوانين، قلت لنا الدول هذوما وافريقيا هذه تسير بالكواليس، والكواليس ما طبقتوهاش. ربحك القجع في الكواليس والكاف وقفت مع القجع، وزد طحت في فخ تصنع قميصه وحتى تبهدله، يعني راه يحل هذاك الحق معاه قانونيا. قانونيا يا حفيظ الدراجي، قانونيا الحق معانا. قال انت زدت بينت الضعف تاعك، بينت باللي نو معليش نخدموا لهم، المهم برك باش يلعبوا باش ما تعاقب باش ما يصراش المشكل. ولا صنعت لهم اقمصه مزوره باش دخلهم يلعبوا باقمصه على باليش من جبتها من واد كنيس، لا ماركه لا والو، النادي راه متعاقد. تحلل فيهم باش يلعبوا، تروح تشري لهم تخسر دراهم عليهم. الناس جايتك وراي تكافح فيك ورفعت عليك دعوى قضائيه وضد الشان وكذا، زيد تروح تصنع لهم الاقمصه، تصنع لهم. ما تحشموش يا اتحاديه، دراجي ما تحشمش، ما تحشمش. تحاربت كاع الاتحاديات وفسدت كاع الاتحاديات، ودوكا وكنت تقول لنا الاموال ما كانش وما عندناش باش نشروا اقمصه، دوكا وليتوا تصنعوا اقمصه للمنتخبات واحده اخرى او للانديه واحده اخرى. تصنع اقمصه مزوره، زدت عطيت فرصه هام رفعوا عليك دعوه قضائيه، وهذه الدعوه القضائيه دوك يدوها معك للطاس باش يكسروا شرع تاع الطاس، يبعثوا الدوسي تاعهم نحاولنا الاقمصه وهاولي. ويقول لك باللي الكاف هذه راهي عطاتنا باللي باش نلعبوا بهم والجزائر منعتنا، زادوا زورونا الاقمصه، ما عندناش اقمصه، اقمصه مزوره ما نقدرش ندخل بها. يعني انت حبيت تقول باللي حبيت تحمي اتحاد العاصمه صنعت لهم اقمصه باش كيما نقولوا باللي ما كانش حجه، هم اللي عندهم اقمصه، ايوا ماشي اقمصه هذيك ممنوع يلعبوا بها. ممنوع القميص اللي صنعته انت ماشي معترف به بالكاف، ما فيهش العلامه التجاريه، ما مش ماشي هذا هو تاع عباك باللي عباك باللي هذا يا ودي تسيير تاع بزوزه بن عمي، تسيير تاع بزوز يا وراه هذا هاوليك اللي قلنا لكم لازم واحد قاري جامعي يعرف القوانين. يا ولي البلاد تصير بالقوانين، تصير بناس قاريين، الناس اللي قرات ووصلت للجامعه ودات ديبلوم جامعي وقرات ووصلت، هذو هما الناس الكفاءات اللي نخلوهم يخدموا في بلادنا. ما يهمنيش الاسماء، يكون واحد ذو كفاءه وصافي وعنده قاري وعنده القوانين تطبق عليه يجي يشد الاتحاديه تاعنا. جايبين لنا واحد شاري واسمه شاري ديبلوم جامعي تاعو من الدول السين نورمال، راهو يشري شرا قميصه عباك بل كيف خممت؟ كيف خممت تصنع قميصه؟ هاو يرفعوا عليك دعوى قضائيه تولي في شروعات، يعني الاتحاديات تاعنا راهي متهمه بالتزوير.
من شكون سمح لك الحق باش تخدم انت قميصه لنادي واحد اخر ما راهوش داخل في بلادك؟ والنادي راهو متعاقد مع شركه، يا ناس تهبلونا تو تهبلونا ابن عمي حافظ الدراجي راح تهبلنا، راح تهبلونا انتوما، انتوما ما عندكمش كفاءه بالصيف تشدوها، كنتوا تكذبوا على الشعب الجزائري. حنا والكولاسه راهو بانت الكولاسه، كي تروح للطاسه هذيك ما راهيش كولاسه. ونطلب من اتحاد العاصمه ما تسمحش في حقها، والاتحاديه تاعنا راهي زادت باصات اتحاد العاصمه في الملف تاعهم والمرمى يكون يا ودي قانون راهو في حق، قانون راهو في حق، ما دير والو. نحيت لهم الاقمصه يدبروا راسهم يجيبوا اقمصه، ما جابوش اقمصه يلعبوا ما يلعبوش الله يسهل عليهم. قانون راهو معاك، قانون الفيفا راهو معاك، دير محامين صحاح وتطلع به للفيفا، هاوليك القانون الفلاني، هاوليك القانون الفلاني، وهاوليك جابوا لنا هذه البلاد ماشي معترف بها في الامم المتحده عالميا، وهما داروها في الخارطه تاعهم، دخلوا لنا السياسه في الرياضه. ودير محامي تخسر القضيه، معليش تخسرها القضيه، تربحها تربحها قانونيا. راح زدت بسيط روحك تروح تزور صنع لهم اقميصه. مي خاوتي سبحان الله، نهضروا الحقيقه هاي او بزاف سي كراف، على بالك باللي يا ودي قلنا لكم صادي ما تجيبوش، راح يدخلنا في حيط، ولا مدخلنا في حيط ابن عمي. البطوله ولات المواس والشواق ما كناش كاع نشوفوهم ابن عمي. يا زفزاف زفزاف وعماره قاريين على على هذا صادي اللي جا قاريين عليه، راحوا حطموهم حطموهم باش يجيبوا هدايا. الهضره ما يعرفش يهضر يا خوتي، يتعقل حتى ولاو يركبوا له في الفيديوهات باش ينقصوا. يا ودي ماشي قاري يا ناس ابن عمي، يا ولد حاطط الدراجي الكذب يبان يبان، وراح نكملوا هكا نعيشوا بالكذب معاكم، راح تكملوا هكذا نعيشوا بالكذب. تكذبوا علينا، تكذبوا على الشعب، تكذبوا على الحكومه. يا حكومه ابن عمي تحركي يا ابن عمي، يا اتحاديه راهي تزور تزور بهدلتنا امام العالم، وهذه قضية راح تسيء إلى اتحاد العاصمة. يا بحقك حقك على نخدم له قميصة، حقك 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 قانونيا حقك، حتى وما تديش معليش صح ما تحللوش باش يلعب لك، تروح تصنع الله لا لعبة، يلاه لا لعب وسيادة البلد وخلي ما تروحش اتحاد العاصمة، والله لا لعبة تروح تصنع له قميصة. زدت بسيط روح يا خوتي، والله غير عييت اقسم بالله لا عييت. يا حكومة يا عمنا تبونا ابن عمي، شوف لنا حل ابن عمي، او بزاف بزاف عيينا نهضروا جبنا ادله جبنا هاوليك يا ودي الماتشات جبنا لكم، قلنا لكم باللي الجزائر قبل 6 شهور لما على باليش قبل نهار ما شدها صديق، قلت باللي الجزائر سوف تخرج من الدور الاول ويجيبوا له للناس وديغاج، عطيت لكم كاع الفيم وصرا الفيم. على بالكم يا حكومه، على بالكم بالدواسة، على بالكم بالسرقه الاموال اللي راهم يديروا فيها، وعلى بالكم على بالكم بكلش، علاش ما تحركوش يا ابن عمي؟ اسقموا لنا بلادنا من الناحيه الرياضيه وتروح من ناحيه واحده اخرى يا ابن عمي، مادام حنا رانا نحكوا على الرياضه، سقموا لنا بلادنا، جيبوا لنا ناس كفاءات القانون اللي يمشي عليهم وهما يمشوا بالقانون. دبلوم جامعي دبلوم جامعي، نحوا لنا العصابات، نحوا لنا هذه جماعه زطشي، نحوا لنا جماعه طراوه راوه، جيبوا لنا الناس ما عندهم لا جماعه لا من لا من الفائده تاعهم هي البلاد ابن عمي. علاه علاه راكم ديروا لنا، علاه راكم تمرضوا في الشعب الجزائري علاه؟ سلام.